خليني اروح مع حضراتكم للمصور اللي التقطنا الصور الحلوه اللي احنا بنسعد وبنتفرج عليها دي، واحد المنظمين لمائده افطار المطريه محمد مفتاح. مساء الخير عليك يا محمد، ومبروك يعني المائده العظيمه دي الايقونيه زي ما كتب عنها في الجرايد وفي المقالات الالكترونيه. الحقيقه حاله من البهجه والمحبه عمت المكان ووصلت لنا جميعا واحنا حتى مش موجودين. مساء النور استاذ هدير، الاخبار؟ اهلا بيك يا محمد، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه بجد، يعني متشكر جدا، واهل المطريه متشكرين على المداخله الجميله اللي حضرتك لخصت فيها. انتوا اللي اسعدتوا مصر كلها امبارح. اللي يعني احنا حصل ده، احكي لي انتوا ازاي بترتبوا للعظمه اللي احنا شفناها دي، لانه انا حاسه ان ده شغل مؤسسي الحقيقه. انا عارفه ان انتوا مجموعه من الشباب وبتشتغلوا بقالكم كذا سنه، دي السنه التاسعه يمكن، لكن الموضوع الاعداد كبرت ما شاء الله، فالموضوع يعني اعتقد خد منكم مجهود اكبر واكبر. الفضل ده يرجع لتروس مصريه شعبيه من اكبر سن لاصغر سن. احنا بنتكلم مثلا اهل المنطقه ستات شغاله ورجاله كبيره شغاله، بنتكلم مثلا في سن من بقالنا 4 أيام شغالين، من سن 70 سنة بيبدأ يشتغل يدهن الرصيف لغاية سن 5 سنين بيمسك فرشة نرسم له الرسمة ونحاول نخليه ندخله في أجواء إن هو أنت ليك فضل في اللي إحنا فيه ده ومشارك في اللي أنت فيه ده، بنخليه حتى يلون على قد ما يقدر رسمة صغيرة عشان يكون ليه علامة وبصمة في الموضوع. مفيش عندنا حد كبير حد صغير، عندناش حد ليدر، ما عندناش حد مسؤول، إحنا كلنا مشاركين وسبب في نجاح اليوم ده. عندناش حد ليدر على حد، عندنا في مجموعة منظمة بننظم بعضنا، كل واحد بيفهم في حاجة بيشتغل فيها بيتقسم فيها، بننجح كلنا عن طريق النظام ده ما شاء الله. لكن السنة دي كمان عندكم ضيوف، احنا كان عندنا السفير الكوري امبارح موجود. احنا كان عندنا مش ضيوف، مش السفير بس، احنا كان عندنا مجموعة شباب فوتوغرافر اماراتيين على بحرين على السعودية، عندنا بلوجر كان موجود، بلوجر سعودي، بلوجر مغربي. عرفوا اعتقد امبارح عرفوا معنى رمضان في مصر حاجه تانية. أنا رمضان في عزبه حماده والمطريه الحقيقه. في بلوجر سعودي قابل مواطنه سعوديه عندنا وبيقول لها هو احنا ليه اليوم ده ما عندناش ليه يوم زي ده؟ السعاده بجد والمجهود اللي حصل ده كله والتعب متلخص في سعاده اللي كانوا حاضرين وانبساطهم. احنا بنفرح واليوم بننجح بيه، بنحس ان اليوم نجح، يوم ما اليوم بيخلص ونرجع الكراسي ونشيل الكراسي ونشيل حاجه وننظف الشارع ونكنسه ونرجعه تاني لاهالينا، الشارع نضيف زي ما هو، واول لما بنلاقي ان الناس ماشيه مبسوطه هو ده نجاح اليوم. احنا بنبارك لكم طبعا وكل سنه وانتم طيبين، ودايما شعب المطريه صانع البهجه للشعب المصري كله وللعالم العربي. بنشكركم شكرا جزيلا استاذ محمد مفتاح منظم مائده افطار المطريه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. يا رب دايما يفضل الشعب المصري بهذه الصلابه والبساطه في نفس الوقت، لانه اعتقد ان ده السر وراء ان احنا نفضل متماسكين دايما.